إذن للوقوف عند التدخلات الخارجية في العراق بسبب فشل نظام الحكم، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن صباح المختار. أستاذ صباح، حياكم الله ومرحبا بكم. كما استمعت إلى التقرير، للتذكير فقط لا أكثر، معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية في تحليل عن أداء الحكومة في العراق بأنها جعلت البلاد أشبه ما تكون بالدولة الخاضعة للوصايا الدولية. ولكن السؤال المطروح هنا، ما هي الشواهد التي دفعت المعهد لهذا التوصيف أستاذ صباح؟ أعتقد أن الوضع العراقي حاليا وليس خاضع للوصاية الدولية، وإنما خاضع للوصاية الإيرانية والوصاية الأمريكية التي هي أقوى من الإيرانية ولكنها لا تريد التدخل. العراق ليس دولة تحت الوصاية، وإنما العراق في الوقت الحاضر يفتقر إلى مقومات الدولة، ليس بسبب كل الأشياء التي تحدث عنها المعهد، وإنما للوضع الداخلي الدستوري والقانوني والبرلماني والتشريعي والقضائي والميليشيات. الدولة تفتقد لمقومات الدولة المعتادة في أي مكان. أما موضوع كونها تشبه أنها خاضعة للوصايا الدولية، أعتقد هذا التوصيف غير دقيق. نعم، خاضعة لوصايا إيرانية وأمريكية إلى حد كبير. طيب أستاذ صباح، المعهد أيضا لم يستبعد عودة البلاد تحت طائلة البند السابع. هناك من يتساءل يقول، ما الضرر لو عاد العراق إلى البند السابع لميثاق الأمم المتحدة؟ ما الضرر الذي يصيب الشعب العراقي دكتور أستاذ صباح؟ أن هناك سوء فهم، سواء كان بالتقرير الذي عد المعهد أو حتى للذين يتساءلون. البند السابع هو ليس سجن أو دائرة أو وضع أن يوضع فيها بلد ويخرج بلد إلى آخره. البند السابع ينص على أن أي دولة تقوم بتهديد الأمن والسلم العالميين يجوز استعمال القوة ضدها. هذا فقط هو البند السابع. العراق كان تحت طائلة البند السابع باستعمال القوة ضد العراق، باعتبار أن العراق كان يهدد خطرا عالميا، أسلحة دمار شامل والقاعدة وكل الأشياء اللي في وقتها الأكاذيب التي أطلقت. فوضع العراق تحت البند واستعمل لأنه كان يهدد السلام والأمن العالميين. بعد أن انتهى هذا التهديد المزعوم حقيقة، لا يمكن إعادة البند السابع. هو بند في ميثاق الأمم المتحدة يقرره مجلس الأمن الدولي أن الدولة الفلانية في هذا الوضع الآن أصبحت تهدد ويمكن استعمال القوة، وقد يتفق على استعمال القوة أي تطبيق البند السابع. لا يوجد شيء إعادة العراق أو إخراجه، هذا كلام فاضي. لا، هذا كلام صحفي، ليس قانون وليس نظام دولي. أستاذ صباح، هناك من يقول إن الميليشيات في العراق لعبت دورا مؤثرا في إخضاع العراق مرة أخرى، لو صح هذا الخبر، تحت طائلة البند السابع. هل هذا صحيح أستاذ صباح؟ والله يا أخي، الميليشيات الآن تهدد الأمن في العراق وتهدد الأمن في دول الجوار وتهدد الأمن في كل مكان، بما فيها يبعثون إناس مجانين إلى السويد لحرق القرآن. هذه هي ما تفعله الميليشيات في العراق. أما كون هذا السلوك سيؤدي إلى إعادة تطبيق البند السابع، هذا كلام غير صحيح. لكن هذا قد يجعل العراق معرض إلى خطر كبير من الخارج. قد تقرر الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لإقناعنا بأنها تريد التخلص من الميليشيات تعاود قصف العراق، وبالتالي العراق الآن معرض. الإيرانيين يقصفون والأتراك يقصفون والأمريكان ممكن أن يقصفون. هذا ليس بند السابع، وإنما هذا هو التهديد الذي تمثله الميليشيات التي تحكم في العراق. ليست فقط أنها ميليشيات منتشرة، وإنما استولت على الدولة، الوزارات، المؤسسات. فالدور الذي تلعبه الميليشيات في العراق هي إعطاء العراق صيغة الدولة المارقة، الدولة الإرهابية، الدولة التي تصدر الإرهاب، الدولة التي تمارس الإرهاب. متى يرى العالم أنه آن الأوان إيقاف هذا الجنون؟ هذا موضوع
يترك للمستقبل. أستاذ صباح، لو فتحنا نافذة علاقة الحكومة الحالية، حكومة محمد إشاع السوداني، مع المجتمع الدولي، كيف تقيم أداء الحكومة وهي بطبيعة الحال كما تعرفون هي إفراز الميليشيات الموالية لإيران؟ كيف ترى أداءها وسياستها مع المجتمع الدولي وتوجهات المجتمع الدولي؟ والله يا أخي المجتمع الدولي كله يعرف أن هذا كله كلام فاضي. نعم. حكومة السوداني لم تقم بأي شيء ذا قيمة. حكومة السوداني لا تحظى بالتأييد لا من الوزراء ومن الحكومة ولا من البرلمان ولا من الأكراد ولا من الشيعة ومن العراقيين، لا تحظى بتأييد أي أحد. السوداني الآن أصلاً هو لا يجوز أن يكون رئيس وزراء، لأن رئيس الوزراء يجب أن يكون من الكتلة النيابية الأكبر، وهو ليس من أي كتلة من الكتل. ولكن السوداني يمارس عملية علاقات عامة بدرجة كبيرة جداً. إذا نظرنا إلى ما يفعله العراق، العراق يوقع اتفاقيات أسبوعياً، ودول العالم تتحدث مع العراق، والعراق أكيد هو مكان يمكن استثمار كل شيء فيه. العراق يحتاج طعام ويحتاج بناء ويحتاج طب ويحتاج تعليم ويحتاج كل شيء، وبالتالي العالم يهم أن يستطيع أن يقدم شيء للعراق. ولكن في الوقت الراهن الحكومة العراقية، إذا أردنا نسميها حكومة عراقية، ليست على قدر المسؤولية، لا تريد تحقيق أي شيء لمصلحة العراق. كافة السياسيين العراقيين بدون استثناء، من رئيس الجمهورية إلى أصغر واحد، نعم، الجميع يبحثون عن مصالحهم الشخصية. أستاذ صباح، لو عدنا بالزمن 33 سنة منذ عام 90، العراق لا يزال عمليا تحت تأثير عشرات القرارات والعقوبات الأممية، ولكن ألم تشفع الاتفاقيات الأمنية والاتفاقات الاقتصادية التي عقدتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لرفع تلك العقوبات؟ أم أنك ترى أن السياسات المنحازة لإيران هي السبب في وضع العراق الحالي؟ والله يا أخي العراق غير مقيد بأي قرارات وأي عقوبات في الوقت الراهن. نعم. العراق عبارة عن مجموعة ميليشيات يتصرفون بأموال الوطن والعالم ساكت، العالم لا يهمه. أمريكا ذهبت لتدمير العراق وتدمر العراق، لماذا يجب أن تدخل أمريكا؟ أمريكا من مصلحتها أن يبقى العراق على هذا الوضع، ومثل ما يقول إخواننا العرب، فخار يكسر بعضه، إذا أرادوا يقتلون نفسهم يموتون ويخلون تركيا تعطش العراق وإيران تعطش العراق والعالم كله يتفرج على العراق. بالنسبة إلى العراق ليس معرضا لعقوبات، كل شيء الوحيد أن أمريكا لا تبيع أسلحة للعراقيين، هذا كل اللي موجود. أما كل الصادرات اللي ممنوعة عن إيران تقوم بعلم أمريكا، العراق يستوردها ويعطيها إلى إيران، وأمريكا تعلم ذلك وتسكت عن ذلك. كونها موضوع أن العراق معرض إلى عقوبات وقرارات، هذا كلام نظري، باستثناء موضوع الدولار في الوقت الحاضر، لأن الدولار هو العملة الأمريكية. نعم. والدولار يهرب إلى إيران، وبالتالي أمريكا اتخذت خطوات تتعلق بموضوع الدولار، وحطت بنوك على القائمة السوداء ومنعت النقد وإلى آخره. بخلاف هذا ما في شيء على العراق بالنسبة للعقوبات، هذه كلها انتهت من زمان. العراق تم اغتصابه بالكامل، لم يبقى فيه شيء يغتصب. نعم. وما بقي يغتصبه من يحكمون العراق. أستاذ صباح، يعني عندما يتم اختيار وزير التعليم من ميليشيا العصائب، كيف ينظر وما هي الرسالة التي يتلقاها المجتمع الدولي من خلال يعني تنصيب عضو في الميليشيا العصائب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي؟ والله يا أخي أعتقد إلى حد ما أن المجتمع الدولي لا يعلم بهذه الحقائق، لأنه نحن العراقيين مقصرين عن عرض قضايانا للعالم. يعني أنت تعتقد أي واحد في فرنسا يعرف منو ميليشيا العصائب ويعرف منو وزير التعليم العالي بالعراق؟ لا يوجد أحد من يعرفها. نعم، السلطات الأمنية الاستخباراتية، الأمريكان، الإيرانيين، الدول الجوار يعرفون. نعم. يا وزير ميليشياوي ويا وزير يتبع أي ميليشيا من الميليشيات، لكن هذا ليس المجتمع الدولي.
هذا عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والحكومات التي تعلم هذا. لكن علينا نحن العراقيين أن نبين للعالم ماذا يجري، كيف يتم تعيين وزراء بشهادات مزورة حتى ولو لم يكنوا من العصائب. وبعدين احنا بحاجة إلى توضيح ما هي هذه العصائب، يعني إذا رئيس الوزراء السابق واللي بعده واللي بعده كلهم عندهم ميليشيات وكل الدنيا ماشية، العالم بالنسبة لهم يصورون هذه حكومة اعتيادية لأنه عندها وزير وأقول عندها سفير وعندها علم ومستعدين يبيعونها اللي تريده، سواء كان معدات هندسية ولا طبية ولا مقاولات ولا إلى آخره. عبر سكان من لندن، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن صباح المختار، شكرا جزيلا لكم.